سفير معايا على الهاتف الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بناء على الخبر لسه منشور على المواقع منذ قليل. الهيئة البرلمانية لحزب الوفد رفضت بالإجماع قانون الخدمة المدنية العامة اللي هيتم مناقشته غدا في الجلسة العامة للبرلمان. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ كويس جدا الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين. بناء على ايه اتخذ حزب الوفد قراره برفض المشروع؟ احنا ارتقينا طبعا ان هناك العديد من المواد عليها الكثير من الخلافيه. بنؤكد نفس اللي احنا قلناه قبل كده، ان اصدار القانون افتقر الى الكثير من الحوار المجتمعي. يمكن احنا كمان بصدد عرض مذكره تفصيليه فيها الكثير من الشروط للمواد المراد تعديلها لكي يظهر القانون بشكل مناسب وملائم. في الاخر احنا عايزين نقول ان احنا عندنا انحياز وطني، وليس عندنا وليس عندنا مشكله في فلسفه هذا القانون وفكره التنظيم بشكل عام والاداره المحترفه للموارد البشريه، لكن في نفس الوقت يجب ان لا يخل ذلك بابسط قواعد احترام حقوق العاملين بجهاز الإداري. طيب انا هنا عندي سؤال يا دكتور استفساري. انا معلوماتي وفقا لمتابعتي ان انتم عندكم يعني قبول من حيث المبدا والاهداف والفلسفه للقانون، ويعني وافقتوا على الاهداف اللي عايز يوصل لها القانون وتحفظتوا على بعض المواد الصغيره اللي موجوده. هل ده ما كانش داعي ان احنا نوافق على القانون ثم نعمد بعد كده الى تعديله، ولا انت شفتوا ان المواد دي يعني تخل بالفلسفه العامه؟ ده امر ده في حد ذاته، يعني الامر الموافقه على المبدا والفلسفه ده في حد ذاته امر ليس عليه اي تمام. اي اشكاليه، لكن حينما يصل الموضوع احنا خلاص يعني القانون ده هيكون من التقارير اللي هو خلاص صدر يعني في يدي الان. البيان بالنسبه للمواد القوانين المشاريع بقوانين التي سيتم مناقشتها غدا، فخلاص يعني حانت لحظه الحسم، فيجب ان ناخذ الان موقف. لا، زي ما حضرتك عرضت هناك موقفين، ان احنا نتفق على القانون ثم بعد كده تشكل لجنه او نقدم بعض من المقترحات، لكن توصلنا في الاخر ان في مجمل ما نراه وما طرحوا علينا كمان الكثير من المواطنين من إشكاليات موجودة في القانون، فواجب علينا أن ننصت وأن نأخذ قرار برفض هذا القانون في الوقت الحالي. شكرا جزيلا دكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.